غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. لبداية البداية كان اليقين في الله. الإيثار والتضحية من أجل الإيمان بالحق. لم يعد يومنا متاع الدنيا، فإنما هجرتنا إلى الله ورسوله، وليتقبلها الله منا. القوة لنصرة الحق يا رب، ثبتنا عند الشدائد. الوحدة بين جنود الله في الأرض وفي السماء. العدل والرحمة مع الجميع. لا تقلق يا زيد، إن نبينا في حفظ الرحمن. قيم جميلة نستلهمها ممن فتحت لهم أبواب الجنة، نتعرف عليها في ملحمة بدر، أحد، الخندق، بني النضير، ذات الرقاع، فتح مكة. إن محمداً قد بعث إليكم أصحابه ليدعوكم إلى دينه، فماذا أنتم فاعلون؟ سوف نخرج إلى يثرب يوم الخميس القادم، وسألقاك هناك على خير إن شاء الله. أضحك لأنني أستبشر خيرا. تقصد أنك تستبشر شرا وليس خيرا. يا محمد، أخيرك بين ثلاث. محمدا وأصحابه يتربصون بنا كما ظننت. أنا دائما على قرب. ارحل قبل أن يراك أحد فننكشف جميعا. إن قومي يرفضون مساعدتي في قتال أصحاب محمد. ما رأيكم يا معشر اليهود؟ كيف نحارب محمداً ورجاله الأشداء؟ أيها الجنود، هيا نعود إلى المدينة وكفانا شر القتال. أصبح لدينا المال والرجال لمحاربة المسلمين. سوف يكون الهلاك لمحمد ومن معه. يجب أن أخبر سيدي العباس بن عبد المطلب بما سمعته حتى يبلغ رسول الله ويحذره. الله أكبر، 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 الله أكبر. غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. انتظرونا.